الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الأمم سيدنا محمد الأجل الأكرم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم. أما بعد، سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة المحترم راعي حفلنا الكريم، أصحاب السعادة حضورنا الكريم، أيها الحفل الكريم، سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن صحب ثقل الأشجار والزرع الدفينا، سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا، سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منطلق الكلمة المضيئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نحث شبابنا وشاباتنا أن يستفيدوا من الفرص المتاحة فيعملوا على امتلاك المعرفة والمهارة من خلال التعليم والتدريب، ويسعوا بجد وإخلاص لاكتساب الخبرة المتنوعة بالممارسة العملية في مواقع العمل والإنتاج. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Your Excellency, Sheikh Mohanna bin Saif Al-Lamki, Governor of North Batinah Region. Honored guests, let me begin with some illuminating words of His Majesty Sultan Qaboos bin Sa'id. We urge our youth to benefit from the available opportunities to gain knowledge and skills through education and training, and to work hard and sincerely to acquire the various skills, practice, engagement at the workplace and production sites. نبدأ حفلنا وخير ما نستهل به آيات من الذكر الحكيم يتلوها الفاضل أحمد بن محمد السعدي. We start our ceremony with verses from the Holy Quran recited by Mr. Ahmed Saadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
ومن أهداف الكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة العمل على تطبيق المعارف في المجالات التقنية والمهنية والإدارية بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل وتكوين جيل من التقنيين والمهنيين على مستوى عالي من الكفاءة من خلال توفير برامج تدريبية وتعليمية تقنية ومهنية معترف بها وذات جودة ونوعية عالية وتزويد القطاعات الاقتصادية بكوادر مؤهلة تأهيلا تقنيا وفنيا وإداريا. لذلك جاء معرض التوظيف والتدريب ليحقق هذه الأهداف لنشر الوعي المهني وترسيخ الثقافة المهنية لمخرجات التعليم التقني من طلبة وطالبات الكلية. تميز المعرض بتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض من خلال تقديم فرص التدريب الإدارية والتقنية لهذه المخرجات، بالإضافة إلى تقديم فرص التوظيف في مختلف التخصصات الأكاديمية، وسعياً لتطوير مهارات وقدرات المخرجات، فقد تم استضافة العديد من ذوي الخبرة الإدارية والأكاديمية لتقديم برامج وفعاليات مصاحبة من محاضرات وورش عمل. The objectives of the Colleges of Technology under the Ministry of Manpower are to apply knowledge in the areas of technical, professional and administrative field in line with the needs of the labor market, to create a highly competent generation of technicians by providing accredited and high educational and training programs, and to provide economic sectors with technically and administratively qualified personnel. The Career and Training Fair aims to achieve these objectives by raising awareness among the students about the career opportunities available to them and of strengthening the professional culture of the college students. This year's Career Fair is greatly distinguished and enriched by the enhanced number of institutions and companies that have kindly come forward to participate and offer employment opportunities to our alumni and graduating students from various academic disciplines. Furthermore, we are also doubly blessed that they have offered to provide ample opportunities for the managerial and technical training of our students and other youth. Our institution has been relentless in its effort of providing orientation and training programs to develop the skills of abilities of our students by hosting workshops, lectures, and other skills development programs. والآن ندعو الدكتور علي بن سعود المغيري عميد الكلية التقنية بشناس لإلقاء كلمته مشكورة. And now we call upon Dr. Ali bin Saud al-Mughiri, College Dean, to deliver the keynote address. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمشي المحترم محافظ شمال الباطنة، أصحاب السعادة، أعضاء المجلس البلدي، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهدف معرض الوظائف وفرصة تدريب الكلية التقنية بشناص إلى خلق وسائل للتواصل بين طلبة هذه الكلية والمؤسسات التي تعني بالتوظيف وفتح فرص الوظائف للطلبة. كذلك فإن المعرض سيتيح المجال للكلية للاطلاع على فرص التدريب المتاحة في هذه المؤسسات ومدى توائم هذه الفرص مع متطلبات الكلية والتخصصات التي يتم تدريسها بالكلية. ويستمد المعرض أهميته من حيث أنه يقوم بدور تكميلي
لأعمال الجهات الحكومية الأخرى مثل سجل القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للتشغيل والجهات العسكرية وغيرها من المؤسسات المعنية في إتاحة المجال لخريجي مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام للمنافسة على الوظائف المختلفة. ويسعى المعرض من خلال مشاركة القطاع الخاص إلى تقريب المسافة بين متطلبات سوق العمل والتخصصات التي تدرس في هذه الكلية. ومما يقدر ذكره بأن المعرض سيصاحبه عدد من الفعاليات التي تصب في ذات المجال والتي من ضمنها تنمية مهارات التوظيف الذاتي لدى الباحثين عن العمل من خلال ورشة عمل ريادة الأعمال. وكذلك سبق المعرض ورشة تتعلق بتأهيل الخريجين والمقبلين على التخرج على كتابة السيرة الذاتية بالطريقة المهنية وكذلك التحضير للمقابلة الشخصية من خلال محاضرين متخصصين في هذا المجال. وأيضا سيتم توعية المقبلين على الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص على مواد وتفاصيل قانون العمل العماني من خلال ورشة تقدمها وزارة القوى العاملة وغيرها من الفعاليات التي ستساهم في رفع مستوى الوعي لدى المشاركين في المعرض. وفي ختام هذه الكلمة نتقدم بالشكر الجزيل لراعي هذه المناسبة ولجميع الشركات والمؤسسات التي قامت برعاية هذه الفعالية، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان على دعمكم الدائم واللامحدود. وكذلك نشكر المؤسسات الحكومية التي شاركت في هذا المعرض، وكذلك الشكر موصول للشركات التي شاركت في فعاليات هذا المعرض من خلال عرض فرص الوظائف والتدريب. كما توجه أيضا بالشكر الجزيل لموظفي الكلية التقنية بشناص على جهودهم الحثيثة للتحضير والتنظيم لإنجاح هذه الفعالية، آملين من العلي القدير جلت قدرته أن يعيننا على المساهمة في بناء هذا الوطن تحت ظل القيادة المباركة لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله. وندعوكم الآن لعرض مرئي لكلية التقنية بشناص. We now invite your attention to a pageant of Shinas College of Technology.
لدور المؤسسات والشركات في النهوض بمستوى مخرجات التعليم التقني بما تقدمه من خدمات في مجال التوظيف والتدريب، وإيمانا باستمرارية هذه الشراكة والتوسع المستمر في تطوير الكوادر التقنية في هذه المجالات لتعزز دورها في مواقع العمل والإنتاج. We take this opportunity to affirm and reaffirm our gratitude to the various institutions, organizations, and companies who have helped us to improve the technical education output to our beloved institution by playing an indispensable role in the recruitment and training of our graduates. We sincerely hope and believe that our relationship will continue through the years to come, leading to the greater progress and development of our nation. والآن ندعو راعي الحفل سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال باطنة لتكريم الشركات الراعية لمعرض التوظيف والتدريب والشركات المشاركة في المعرض والشركات المتعاونة في مجال التدريب. We now invite His Excellency Sheikh Mohanna bin Saif Lamki, Governor of North Batinah, to honor the sponsoring companies and participating institutions of the career and training fair. Platinum sponsorship, Jasur. Gold sponsorship, Bahwan Cybertech. Far. Bear Automotive Group.
bronze sponsorship, Valley Oman. Oman Oil Refineries and Petroleum Industries. Oman Arab Bank. Media sponsorship, Oman establishment for press publication advertising. Participant, Wadi Al-Jizi Power Company. Suhar Industrial Estate. Royal Air Force of Oman. شرق صحار ستيل رولينج ميل. جندال شديد آيرن أند ستيل. Arabian Industries for Manufacturing. Majan Electricity Company. السلام انستيتيوت. سند بروجكت. Oman Formaldehyde Chemical Company.
Oman Mining. Oman Porcelain. Ministry of Commerce and Industry. Oman Development Bank. L&T Heavy Engineering. Ministry of Civil Service. Al-Badi Investment Company. Oman National Engineering and Investment Company. Stomo, Sustractable Operation and Maintenance Oman Company. Directorate General of Manpower. Atlas Institute. Majiz Industrial Services. Al-Ayamin Institute. Iqra Institute. Companies in a training field. Majan Electricity Company. Manufacturing.
شرق سحار ستيل رولينج ميل. سحار اندستريال ستيت. وليتفضل عميد الكلية التقنية بشناص الدكتور علي بن سعود المغيري لتقديم الهدية التذكارية لراعي الحفل سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمفي. We now invite our college dean Dr. Ali bin Saud al-Mughiri to honor His Excellency Sheikh Mohanna bin Saif Lamki by presenting a memento on this auspicious occasion. وفي الختام لا يسعنا إلا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد وتنظيم معرض التوظيف والتدريب وندعو راعي حفلنا بافتتاح المعرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We now call upon His Excellency Sheikh Mohanna bin Saif Lamki to declare the career training fair of 2013 open.